اشكر يا حبيبتي يا اسباب خيبتي بالرحمه شوي اعملي معروف يا ابني ده انا تشكر واكيد انا اشكر فيه قطه صيامي بحب خروف اسكت يا تربش ده كلامك دبش مبروك يا حبيبي يا ريت ما تخافش تقدر عن سكتي تحود ما هو ده من عمل الاسود حبيتك حب حقيقي وبقولها على الملا حتى اللي حبا قلبه من مرات سنة قالا 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 مبروك قالوا قالا 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 بالقالا الدالا تلاقيني في الزنقة أخوك أو أبوك لكن وقت الشدة مكتوب تلاقيني في الزنقة أخوك أو أبوك لو حد محتاج مساعدة إن واحدة عالخير متوعدة ما نخافش لا من الـ FBI ولا حتى تنظيم القاعدة بقى. سيادتك ده الكلب ريكس اللي هناخده للعصابة عشان يشم المخدرات وايه ده؟ ده الكلب هو اللي هناخده معانا الساعة 3 الفجر بالظبط هنتحرك من هنا تمام يا باشا سلام سلامة الله فرج خد ريكس روح عشي وانت هذا صلاح امرك عشو بقول لك ايه يالا حكاية الخمرة اللي بتشربها كل ليلة دي بلاش منها الليلة دي طبعا طبعا مش هشرب يا عشو ايوه اخويا اسرح بيه اسرح تقول لي مش هشرب وبعدين ترجع تاني تشرب انت عارف لو اي ضابط من الضباط شم ريحتك انا مش هحميك تذكر في الخدمه محكمه عسكريه محكمه عسكريه محكمه ده بيتوب من دلوقتي امال ميعاد الخدمه لما يجي هتعمل ايه امشي انجر قدامي امشي فاضي يا صلاح ايه ده؟ انت نايم؟ اهو الكلاب صحيه وانت اللي نايم هتضيعها والله ايوه 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 رد اهو بيتك الو ايوه يا باشا امرني يلا فوزان خد التاك حاضر 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 هاخد التاك بس الكلب بس اهدى شويه حاضر 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 سلام عليكم سلام عليكم سلام يا باشا الف سلام تمام يا باشا تمام يا باشا لسه حسن باشا مكلمني دلوقتي جاهز انت اه جاهز يا باشا هات الكلب ويلا بسرعه حاضر بسرعه يلا يا جماعه هات الكلب ده وتعالى ورايا يلا يا برشام فين الراجل والكلب اهو اهو ايوه يا عم هنا انت فين؟ ايوه يا استاذ بشام انا هنا في المنطقه انت فين بالظبط؟ انا في شارع 16 متقاطع مع شارع 98 انت اللي فين؟ ايوه ايوه انا هنا في شارع 98 انا راكب تاكسي انت اللي راكب التاكسي اللي جاي ده انزل منه انا هنا في المنطقه اهو ماشي ماشي شكريني يا اسطى سلامة الله طبعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو ده الكلب؟ ايوه هو. مش عرفنا بقى ان الكلب ده بيشم مخدرات؟ ما يمكن الرجاله بيشم اي حاجه تانية غير المخدرات. ما احنا لازم نتاكد يا برداويل. ايه ده انت جايب لي تاكس ابيض واسود وتقول لي كلب مخدرات؟ فيها ايه؟ بس ما تقلقوش، انا عامل حساب على كل حاجه. انا معايا حته مخدرات ملفوفه في سلوفان ورا سلوفان ورا سلوفان، هو اللي بتاع مخدرات هيشمها. عيب يا اساتذه، انتوا معاكم برشامه، محدش يقدر يخمني. الله ابلع ريقك لما نشوف هيعرف ولا لا. احنا هنجرب. ارماله ارمي. لا كده تمام يا رجاله، لو في حاجه في الفيلا الكلب ده هيطلعها. مظبوط. اهو جابها اهو. عشان تفهموا وتعرفوا ان هو يعني مش اي كلب يعني. رفاعي طارق دي يعني. تعالى هنا. يلا بينا نروح. ليه؟ ما الكلب جاب المخدرات اهو و100 فل و10. عارف ان جاب المخدرات و100 فل و10، بس الحساس جوايا بيقول لازم نمشي. سمعت يا كابتن؟ يعني ايه؟ هكلمك تاني بعدين، خلينا على تليفون. لا ما ينفعش يا باشاود، ده انا يا دوبك قربت الكلب بالعافيه. معلش هزودك 10 بواكي كمان، يبقوا 30,000 وخلينا على تليفون. يلا بقى. ايه اللي طبعا حصل بس يا برداوي؟ اسمعوا كلامي ويلا بينا. الله 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 الله، ايه اللي حصل؟ ايه؟ ايه اللي حصل؟ فهمني. مش لما افهم انا الاول. الله يخرب بيتك يا كلبون، وانت شربت الازازه كلها يا ولد. وانت كده حاسه الشم هتروح منك ومش هتعرف تشم المخدرات. نمت يا صلاح؟ ايوه ياما. ايوه ياما. صلاح اصحى. ايوه صح. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم صح. ياما ايه؟ هات الكلب وتعالى ورايا يلا. حاضر يا فندم. طب تحلم. شي شي شي. اركب اركب اركب، يومك اسود. يلا بسرعه. لا 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 لا، انا لازم اكلم حسن بيه واقول له على اللي حصل. لا ايوه يا باشا. مشوا يا باشا، نزلوا ومشوا. قالوا لك ايه؟ قالوا لي استنى انت على تليفون. طيب حركه الكلاب اللي عملناها في الفيلا هي هي. ايوه هي هي. تمام يا باشا. حاضر. جلال خد الكلب وخش الفيلا، على الاقل لو عرف طريق المخدرات يبقى عرفنا مكانها. ايه العصابه مشيت ليه؟ معرفش بيفكروا في ايه. عرفك الكلب هول. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلوا اتفضل يا كلب اتفضل. ماله ده؟ مش عارف. ادخلوا ادخلوا هنا هنا. على اليمين على اليمين. خش خش اتفضلوا اتفضلوا. ماله الكلب هول ده؟ ده اللي بيشم مخدرات. التاني ريكس بيشم جثث، ما بيشمش مخدرات. دي تخصصات بقى. طبعا. ده شكله فعلا بتاع مخدرات مزاجات لي يعني، واخد بالك؟ ضارب له نفسي. مساء الفل يا باشا. طب التاني هوهو على برداويل. ما احنا كنا عاملين حساب انهم ممكن يشكوا في الكلب، عشان كده الرقيب اللي بيدربه عنده تعليمات اول ما يظهر افراد العصابه يهجم عليهم، فيفتكروا انه شم المخدرات اللي معاهم. الحساس اللي جوايا قال لي لا. حساس اللي جواك قال لك لا؟
بعد ما غامر ان حد يشوفني وانا بحط المنوم في عصير الفراوله للعيال تقولي الحساس قالك لا اوعي اوعي بقيت عمرك القصير اللي جاي تعلي صوتك عليا لما تيجي تتكلمي معايا انا بالذات تقولي مع فائق التحيه والاحترام. طب سيب دراعي وانا مش فاكره كده منوم دي تاني. هروح الفيلا يوم بعد كده بس بالنهار ومعانا الكلب. اشمعنى؟ علشان لو الشرطة عملنا كمين عشان تقبض علينا يبقى في ناس ماشية في الشارع نقدر نضرب عليهم نار ناخدهم رهائن نضغط بيهم على الشرطة عشان يسيبوه. أنا مش عارفة أنت جايلك إحساس منين إن الفيلا متراقبة. وليه ما يجيليش الإحساس ده؟ لأن شواهد كلها بتقول غير كده. لما كنزي سمعت شباشب الله يرحمها وهو بيتكلم مبروك في التليفون وبتقول له هات المخدرات والبوليس قبض على مبروك وخرج عادي. عندك حق يا بسمة. ويوم برضو ما توقعنا ان الشرطة هتهجي مع الشاليه يوم ما كنا خاطفين تشكر وسرحناها وعزلنا من الشاليه الشرطة برضو ما هجمتش. طب ما انت كده بتأكد الكلام اللي انا بقوله ان البوليس مش عارف حاجة عن تحركاتنا. بصي مفيش حاجة اسمها افتراض لافتراض. دايما اشك في كل حاجة بس ما انا بشك في نفسي انا بحتاط من نفسي انا. بس أنا ملاحظة بقى أنك بتاخد قرارات لوحدك من غير ما ترجع المدرس الأول. صعبان عليا يا بسمة. أنت ما تعرفيش ولا إيه؟ ما أعرفش إيه؟ مش المدرس الأول خلاني السوبر فايزر بتاعكم الموجه. حبيبتي ما تقولي لي مبروك. مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. إيه بقى جديد؟ مفيش. تشكر رايحة الوزارة الصبح عشان تقدم أجازة. يبقى في زيارة بكرة الصبح. مبروك مبروك. أيوه قوم. ليه؟ قوم الساعة بقت 7. أوام كده. صحيت يا حبيبي؟ أصحى حالا. قوم بقى. ايه بس؟ صباح الخير يا مبرو. مبرو يعني مبروك. اصلا انا لما ببقى فرحانه باكل الكيف. مبرو يعني مبروك لما بتبقي فرحانه. ايوه يا حبيبي يا عس 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 كلت الله. هو انت فرحانه للدرجه دي؟ صباح النور يا احلى عرسه في الدنيا. عرسة؟ اه عروسة بس فرحت بيكي كلت الواو. طب كفاية بقى نفرح ببعض اكتر من كده. يا ريت. بقولك يا مبروك اديني فلوس. ليه؟ اصل بكرة عيد ميلاد تومي وطماطم وانا عايز اروح اجيب لهم تورتة. والله كويس انك فاكرة. طبعا يا مبروك ده تومي وطماطم دول حتة مني دول ملهمش حد غيرنا. أصيلة أصيلة يا بنت رموز. بجد يا مبروك؟ أمال أنا مستحملك ليه؟ ده الناس كلها مندهشة أنا ليه حبيتك واتجوزتك؟ ليه صحيح؟ عبط بعيد عنك. عبط؟ طب أنا بقى هوريك العبط اللي على أصوله. اتقلنا واستنى وهجع اوعك يا تربش تطلع. اتقلنا واستنى وهجع اوعك يا تربش تطلع. اتقلنا واستنى وهجع وعاك تروبش تطلع. فين الفلوس؟ الو الو حسن باشا. ايوه يا باشا انا فوزان يا باشا. ايوه معايا فرج اضافي وحسب الميعاد اللي اداهولي العصابه. ماشي يا فوزان اوعى تكون غيرت ريكس اللي بيشم الجثث. طبعا يا باشا طبعا. وانا اقدر انسى تعليمات سيادتك؟ مش ممكن اغير ريكس طبعا عشان شافوه. دول ناصحين يقلقوا منك لو الكلب اتغير يقتلوهولك او يؤذوك. يؤذوني؟ ربنا يسلم يا باشا ربنا يسلم. على العموم احنا واخدين كل احتياطاتنا. اتفضلوا رجاله البيت بيتكم.
انت متاكد ان الفيلا نظيفه؟ ايوه، انا ما جيتش هنا لما اتاكدت ان كله هيئ للعمل. قرب يا تيمور. عايز الهمه. اوام 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 بسرعه كده قبل ما يجي. بقول لك يا فوزان، خلي المدمن ابو نقطه ده بمناخيره يمسح مسح زر للفيلا كلها. ايوه فوزان، يعني مفيش حته لما يشمها كويس. طلباتكم اوامر. تيمور ستاند باي. ها ايه الاخبار؟ الله ينور عليك يا تيمور. تشكر؟ مبروك مبروك. في ايه حسب بيه؟ المتخلفه مراتك. اهو انت اللي مراتك متخلفه وستيب متخلفه. قلت لك 100 مره ما تشتمش مراتي. ما انت مش عارف عملت ايه دلوقتي. عملت ايه يعني؟ جات الفيلا والعصابه جوه. خلي سويت دي فعلا متخلفه وتستاهل الشتيمه، بس ده كده ممكن يقتلوها. ممكن جدا. ممكن جدا بتقولها كده؟ انا بيعجبني فيك الصراحه. تعرف ايه الميزه في علاقتنا؟ ايه؟ انها بتتسم بالشفافيه. اصل الصدق يا مبروك في الظروف اللي زي دي مهم جدا. امال انا بحبك ليه؟ والله يا مبروك ربنا يعلم انا كمان بحبك قد ايه. ما احنا خدنا على بعض بسرعه. انت عارف الميزه في علاقتنا ايه؟ انها نشأت في ازمات، عشان كده هتكون علاقه قويه ان شاء الله. مش ملاحظ ان احنا قاعدين بنحب في بعض وسايبين الوليه هتتقتل؟ ايوه ارفعي. معقول؟ طب بسرعه بسرعه، كل يتوه في اي حته بسرعه، في حد جاي بسرعه. يا اهل المنزل. الفيلا دي الموقف ايه دلوقتي؟ دخلت الفيلا وهما استخبوا. الخوف لو هي شافتهم. يا لهوي لو شافتهم هيقتلوها هيقتلوها. حبيبتي تشكر يا حبيبتي هتموت بعد الجواز باسبوع. اسبوع؟ اه باسبوع يعني. لا فرصه كده والفيلا هاديه كده براحتي بقى، اخد دش واروق نفسي وبعدين انزل احضر حاجه العيد ميلاد. زياد ولا بكنزي؟ لا ابتدي بكنزي عشان هي البنت. لا ليه كده بقى؟ ليه التفرقه العنصريه دي؟ لا ابتدي بزياد عشان هو الاكبر. دخلت اوضه زياد. والعصابه فين؟ في اوضه زياد. قول لي حسب ايه؟ هي نظفت اوضتنا في الاول؟ لا مش تنظف اوضتنا وبعدين تطلع تموت فوق. حبيبي قرب. بص 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 على ازعل ازعل. نص نص ما الاوضه رايقه رايقه. نص نص بتغني اخر اغنيه تغنيها في حياتها. بتغني ايه حبيبي؟ قرب. بص بص نص نص نص. حبيبتي بتشكر. بتغنيها لي بتغنيها لي. بس المفروض في الظروف اللي زي دي ما تقولش حبيبي قرب، تقول حبيبي ارحل. وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين. وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين. ايه الموقف دلوقتي؟ غيرت الاغنية. بتغني بتقول ايه؟ اه بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين. انا حاسس انها هتبقى ذكرى. الحق بقى انا اخد حمامي عشان اجهز حاجة العيد ميلاد. مبروك.
ماتت؟ للأسف مش هقدر أقول لك إيه اللي بيحصل، اضطريت أقفل الكاميرات. منظر الجثة صعب صح؟ يظهر إنها دخلت الحمام عشان تاخد حمام يعني، فحصل شروع في قلع. لا، شروع في قلع أرحم من شروع في قتل. استنى، صوت باب الحمام اتقفل، هفتح الكاميرات. طب افتح بس بالراحة يعني. ها؟ الحمد لله العصابة نزلت وخارجين اهم. الحمد لله. طب لو سمحت بقى اقفل الكاميرات عشان انا مرات ساعات بتطلع من الحمام ومش واخد اخوانا يعني، وكفاية بقى حرقة الدم اللي انا فيها. بتضحك على ايه يا اصل مستر مبروك بيزعج لسيادتك. احترم نفسك. يا حسن باشا مفيش حد بيقدر يزعج لسيادتك إلا مستر مبروك. اسكت بقى. خلاص فقدنا الأمل في الواجبات، راحت خلاص. الواجبات مش موجودة في الفيلا ولا في الجنينة، لو كانت موجودة كان الكلب شماها. انت ما شفتش هجم ازاي على برداويل عشان حتة قد كده في جيبه؟ سرحان في ايه يا برداويل؟ مبروك المخدرات مع مبروك، او على الاقل يعرف طريقها فين. يا سلام، ومالك متأكد قوي يعني انها مع مبروك؟ الحساس شغال. احنا قلنا زمان ادام صدقي وثق في مبروك ودخله بيته هو وصافي يبقوا مشغلينه لحسابهم. وقلنا برضو ان احتمال يكون صدقي لوحده مشغل مبروك لحسابه، او صافي لوحدها مشغله مبروك لحسابها. مش كده يا برداويل؟ ما بتردش ليه؟ بيشتغل. هو ايه؟ الحساس. الله الله يا تاتا، انا خلاص حلمت حق. الشك. الله شبكتي، شبك حبيبي، شبك قلبي، وشبك روحي. تجنب يا تاتا. مهرك يا رموز. مهرك انا؟ الأنيسة رموز. الله الله على نعتاتك. أنا العفريت، أنا العفريت اللي طلعت من الفانوس. شبيكي لبيكي طاطا، ملك إيديكي. إيش تطلبي؟ العفريت هيحقق لك 7 طلبات، إنما طاطا ممكن يحقق لك 700 طلب. 701 لا، 700 طلب، 7-1 لا. طيب بقى قولي يا عفريت، هتوديني فين في شهر العسل؟ نروح فين؟ أيوة، تحب نروح فين؟ أنا طول عمري بسمع الساحل الشمالي ده، وبسمع كمان على اسمها مارينا، بيقولوا إنها جميلة قوي قوي قوي، تجنن. عايزك تروح كده تاخد لنا شاليه غمضوض كده على قدنا، يكون نضيف زي الفل وعفشه حلو ومتكيف، وكل يوم تجيب لي حد ينظف، ولما نجوع نخرج مع بعض ناكل بعض بره في اي مطعم. انا اصلي مش عايز اشتغل، عايز افضالك يا طاطا، عايز اروح معاك على عيش الحب. على عيش الحب هنطير يا حمام، على عيش الحب الحب قول لنا.
الله 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 الله، ده انت صوتك احلى من صوت البلبل اللي لسه في عز صباه. يا سلام، انا مش هحتاج محطه ام كلثوم ولا نجوم اف ام، انا هشغلك انت. قولي لي نروح بقى للمأذون امتى؟ لا لا لا، مأذون ايه؟ مش معقوله بسرعه كده، انت لازم تطلب ايدي الاول. ليه؟ ما انا طلبتك من نفسك. لا، لازم تطلبني من بنتي وجوز بنتي، اصل المفروض يكون لي وكيل عشان اوكله بجوازي. وماله؟ اروح له، اروح له ان شاء الله في جوانتنامو. لا سيبني انا احاول اقنعه، اصل الموضوع صعب قوي قوي قوي، ربنا يعيني عليه، اصل انا مكسوفه 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 منك، مش قادره اقول لك اني بحبك. يا طارق. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tommy Tomatim. Happy birthday to you. يلا حالا بلا بلا حيا ابو الفصاد، هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد، فليحيا ابو الفصاد. كل سنه طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا معلم. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا تومي. دي هديه مستوشكار. ميرسي قوي يا توم. تعالوا هنا. كل سنه طيبه حبيبتي. طيب. انا الحقيقه ما خدتش بالي من الموضوع ده، وانا ما لحقتش خالص، ولا يهمكم انا عملت حسابكم. توشكر الباب برن. ايه مبروك مش شايفني بوزع الهدايا؟ ما تروح تفتح الباب. انت طيب؟ طيب يلا خدوا الهدايا ادوها لاخواتكم. يلا. كل سنه وانت طيبه يا تمام. كل سنه وانت طيبه. طنط. مساء الخير يا طنط. كنت جيت بدري دقيقه واحده، كنت لحقت الشمع. ماما ازيك يا ماما؟ اهلا 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 يا حبيبتي ماما. كل سنه طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. هو في ايه؟ انتوا عندكم عيد ميلاد ولا ايه؟ عيد ميلاد تومي وطماطم. بجد؟ كل سنه هم طيبين يعني؟ خلاص يا خساره، عملت هف هف وطفيتوا الشمع. ايه ده؟ ماما مالها؟ بس الحقيقه انا جايلك مخصوص النهارده يا استاذ مبروك، عايز اقعد معاك انت وتشكر عشان عايزك في كلمتين كده على الفرح، ممكن؟ بتصدقي قلقت؟ ايه ده مالك؟ تفضلي تفضلي يا طنط. ميرسي. الرقه دي يا ماما. مش عارف، انا مخضوط. انت متاكد ان دي ماما؟ تعالي. ايه يا طنط مالك؟ في ايه؟ لا ابدا، هو انا اصلا يعني جايه لكم في موضوع حساس شويه. طب ما تتفضلي تقعدي يا ماما. ممكن اقعد يا استاذ مبروك؟ في ايه يا طنط؟ ما قلت لك اتفضلي اتفضلي. ميرسي ميرسي يا استاذ مبروك. هو في الحقيقه انا كنت عايزه اقول لك يا توشكر اني من يوم ما جوزتك يا حبيبتي وانا عايشه في واحده بتقتلني، مش لاقيه اي حاجه في الدنيا تسليني. طب ما تجيبي دش يا طنط، في حاجات دلوقتي بكام بتفك شفره. ارجوك يا استاذ مبروك، أرجوك ما تسخرش من مشاعري، أنا إنسانة ليا مشاعر وأحاسيس. أنا نسيت نفسي خالص، نسيت إني امرأة وعشت لبنتي، ربيتها وكبرتها لغاية ما بقت عروسة زي القمر وقدمتها لك، يعني ما قصرتش أبدا. إيه النحناحة دي؟ مش فاهمة، أنا نفسي أفهم كل المقدمات دي ليه؟ ما تقولي عايزة إيه وخلاص. أسلام اصلا جارنا استاذ مطيح خلاف يا ستي مات بعد الشر عليه. امال ماله؟ عايز يا رب يا رب هات العواقب سليمه يا رب. عايز يتجوزني يا ستي. يتجوزك؟ فيها ايه؟ ما تجوزنيش ليه؟ صلى على النبي صلى على النبي. البنت خلعت من هنا وانتوا وابن حتتكوا عايشين غرميات من هنا. عيب عيب يا استاذ مبروك، اختشي. اطلعي من دول يا رموز. استنى يا مبروك، انت بتتكلمي جد يا ماما؟ طبعا بكلم جد، ما اتكلمش جد ليه؟ يا اختي يا اختي، حسيتي بحاجه؟ لا. امال مالها؟ المهم قولولي
موافقين ولا لا؟ لا طبعا. لا ليه؟ لا ليه؟ انا عايز افهم. حرام عليك، عايزه مني ايه؟ مش كفايه اني خسرت كل شبابي عليكي؟ ده انا عشتيلك انتي، قعدت لما ربيتك وخليتك عروسه، عايزه مني ايه تاني؟ حتى لما كبرت، ولو اني ما كبرتش ولا حاجه، بخلين عليا بايام كده اتهنى فيهم. ايه الجحود ده؟ عايزه ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، كل ده شايله في قلبك من ناحيتي انا؟ ايه يا تشكر، ايه الرزاله دي؟ الولد والبنت بيحبوا بعض. قولي لي يا رموز، احنا شباب زي بعض، هي الصناره غمزت امتى؟ عيب عيب يا استاذ مبروك. كنت بتروحوا السيما وتقعدوا في الكراسي الورانيه؟ يا خبر استاذ مبروك، ما يصحش كده، الله عيب. المهم قولي لي، يجي يقابلكوا امتى؟ اصله مستعجل قوي قوي وعايز يكتب العقد. لا انا مش قادره استوعب خالص يا تشكر. لا لا لا، انا مش موافقه، ما تضغطش عليا. اسمعيني بس. ايه الحاله دي؟ ما تطمنش، انا مخضوض. الحاله دي الجواز ليها ستره. انا عارف الحاله. في الحقيقة يا أستاذ مبروك، أنا حصل لي الشرف إن أنا جيت وتعرفت على حضرتك. الله يخليك، اتفضل. وبما إن حضرتك راجل عيلة رموز، فأنا قلت أجي لحضرتك عشان عايز. أيوه عايز. اتفضل. عايز رموز. حلو، عايزها قد ايه؟ مدى الحياه، طول العمر. دي خدمه العمر. انا اشكرك يا استاذ مطيع. متشكر يا استاذ مبروك. والطلبات سيادتك ايه؟ طلبات ايه يا راجل؟ احنا بنشتري راجل. اتفضل اتفضل. يا اهلا يا اهلا. اتفضل اقعد. اتفضل انت الاول. اتفضل اتفضل. انت عارف ان الجواز لازم يتبني على الثقه. طبعا احنا كل ما في الامر عايزين نطمن على الراجل اللي هنديله بنتنا. اسالني في اي حاجه، انا هجاوبك عن اي سؤال بمنتهى الصراحه يا عمي. عمك هو ماله؟ انت خلصت جيش؟ في الحقيقه انا ما دخلتش الجيش خالص، عشان انا وحيد ماما. وحيد ماما؟ يعني دلعت العيلة يعني. طب هو في حاجة بس بعد إذنك عايزين الصراحة فيها؟ في علاقات بنات ستات نزوات؟ احنا شباب وفاهمين يعني. في الحقيقة في علاقة واحدة في حياتي، لكن مش هقدر استغنى عنها حتى بعد الجواز. مين دي؟ مين دي اللي تأثر عليك للدرجة دي؟ مش دي، ده ده ده. ازاي يا استاذ مطيع؟ مين ده؟ ايوه ده. فيها ايه؟ الروب بتاعي، روب المحاماه، هو كل علاقاتي وصداقاتي في الحياه. يا راجل روب المحاماه. ماشي ماشي. تديها؟ تشرب؟ ايوه بشرب. بنتنا ما بتحبش الحاجات ديت. رموز؟ ازاي؟ دي بتشرب وياما شربت معايا. شربت ايه؟ ايوه شربت، شربت يانسون، تيليو، نعناع، كركديه، حلب حصى، بردقوش. بردقوش؟ خلاص انا يعني ما عنديش اي مانع، فاضل اني اخد رايها. ما هي رموز موافقه. موافقه ازاي؟ انت تعرفها؟ ايوه احنا جيران من زمان وحبينا بعض وتوعدنا اننا نكون لبعض. اظن هتقول لي ايه؟ انكم كنتوا بتخرجوا مع بعض. ايوه كنا بنخرج مع بعض. وبتقولها في وشي؟ بتقولها كده؟ مش احنا اتفقنا على الصراحه مع بعض؟ ايوه بس انت كده صريح زياده عن اللزوم. وطبعا اكيد لما بتخرجوا سوا بتقابلكوا اشاره مرور، بتضطر تمسك ايديها عشان تعديها. هي اشاره واحده بس، خمس اشارات.
5؟ ايوه، وكل إشارة نعد عليها رايح جاي 5 مرات. واكيد طبعا كنتوا بتقعدوا في كازينوهات وتشربوا البردقوش بتاعكم. لا بردقوش ايه، كنا بنشرب فراوله. فراوله؟ ايوه، وناكل ايس كريم 2 بوله في بسكوته واحده. بولتين في بسكوته واحده؟ ايوه. انت كده بتقول لي لازم اوافق؟ انت بتحطيني قدام الامر الواقع. لا يا استاذ، انا ما يتلويش دراعي، انا جوزها المعتز وما ادهلكش. معتز مين؟ ابن عمها، وفرحها الخميس اللي جاي. اسمع يا استاذ مبروك، لو ما جوزتنيش رموز الحياه انا ههرب معاها. لو عملت كده انا اتبر منها اليوم الدين. مبروك يا عيسى. كريم يا رب.